ومباشرة ينضم إلينا الآن من الناصرة الأستاذ فايز عباس المتخصص في الشأن الفلسطيني. أستاذ فايز أهلا بك ومرحبا عبر شاشة قناة النيل للأخبار. أهلا بك، متخصص بالشؤون الإسرائيلية، عفوا المتخصص في الشأن الإسرائيلي أستاذ فايز أهلا بك. وبداية دعني أتحدث مباشرة، كيف تقرأ هذا المشهد؟ إسرائيل توجه ضربات إلى فلسطين، إلى الجنوب اللبناني، إلى إيران، إلى أكثر من جبهة، كيف تقرأ هذا المشهد وما الذي تريده إسرائيل من توسيع هذه الجبهات؟ عمليا طبعا، واليمن ايضا وفي العراق ايضا اسرائيل تحاول القصف. يعني عمليا اسرائيل اليوم هي في وضع، هي تريد من خلال هذه الحرب في عدة جبهات أن تثبت للإقليم للشرق الأوسط أنه بإمكانها الوصول إلى أي مكان والضرب، وطبعا إحداث أضرارا جسيمة والاغتيالات. هي تريد من خلال هذه العمليات اليوم ما تسميه ردع دول المنطقة من مجرد التفكير بقصف إسرائيل أو محاولات تدمير إسرائيل. نعم. لكن أستاذ الكريم، يعني بدون الدعم الأمريكي لها أو الشراكة الأمريكية الكاملة، إسرائيل ما كانت لتجرؤ أن تفتح هذه الجبهات في وقت واحد. يعني عمليا هي منذ عام وهي تحارب في قطاع غزة ولم تنتهي حتى هذه اللحظة من هذه الحرب. وهذه جزئية مهمة سيد فايز، اسمح لي، يعني كما تحدثت حضرتك، إسرائيل منذ العام تقاتل على الأقل في قطاع غزة ولم تنتهي حتى الآن. هل تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل هو رد فعل لما تم في 7 أكتوبر، أم أن إسرائيل استغلت هذا الموقف أحسن استغلال لكي تبيد الشعب وتبيد القضية الفلسطينية وتكتسب المزيد من الأراضي؟ يعني عمليا هذا طبعا هذا لم يكن بالنسبة لاستغلت إسرائيل 7 أكتوبر والهزيمة التي حلت بإسرائيل في هذا اليوم. لكن أنا طبعا أرى أن الحرب إسرائيل على قطاع غزة هي حرب انتقامية وليست ولا يمكن وصفها بأي شيء آخر. هي حرب انتقامية لأنه عندما تحدث رئيس حكومة إسرائيل في 7 أكتوبر بعد الهزيمة قال انتظروا الانتقام، ولم يقل انتظروا الحرب أو المعارك أو القصف. هذا دليل على أن إسرائيل هي تقوم بعمليات انتقامية حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، ولكنها وبعد عام من هذه الحرب والتي حدد نتنياهو أهدافها والقضاء على سلطة حماس في قطاع غزة وإعادة المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين، لكنه فشل في ذلك. نعم. على الرغم من مرور عام وإسرائيل لم تفلح بإطلاق سراح سوى 4 أو 5 رهائن. نعم. بالقوة العسكرية، وما زالت يعني إسرائيل على الأقل تدعي أن حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة. واليوم قبل يعني نصف ساعة أو أكثر بقليل إسرائيل أصدرت تعليمات إلى سكان المنطقة الوسطى بالنزوح جنوبا، لأن هناك طبعا قوى من حماس هي تريد أن طبعا تقضي عليها. لكن يعني إذا ما لخصنا هذا العام، إسرائيل نجحت فقط في شغلتين أساسيتين، هو قتل الأطفال، قتل المدنيين. وهذا هو سؤالي لكم سيد فايز، يعني حضرتك تحدثت أن نتنياهو أعلن أنه منذ اليوم الأول سيسعى إلى القضاء على حركة حماس، ولكن معطيات الأمور على أرض الواقع تتحدث بخلاف ذلك. كم يبلغ عدد حماس؟ نحن نتحدث عن أكثر من 41,000 شهيد فلسطيني، ويعني وصلنا إلى 100,000 مصاب بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين. إذن الأمر ليس القضاء على حماس، ولكن هي حرب إبادة، حرب انتقامية إبادية. نعم. وليس طبعا القضاء على حماس.
يعني أكثر من 70% من الذين استشهدوا أو قتلوا هم ليسوا من حماس، هم من صحيح. النساء والأولاد والأطفال. لذلك لا يمكن أن تقول أو تدعي إسرائيل بأنها تريد القضاء على حماس، لكنها هي تريد القضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين بغض النظر يعني عن صحيح أعمارهم صحيح عن سنهم، لأن هناك من يدعي في إسرائيل أن الطفل ابن ال10 سنوات بعد 7 أو 8 سنوات سيصبح فدائيا. نعم، مشروع فدائي. لذلك نعم هناك من طالب بقتل الأطفال لكي لا ينتقموا أو لكي لا يحاربوا إسرائيل عندما يصلون إلى سن الرشد أو السن الذي يسمح لهم بحمل السلاح ومحاربة إسرائيل. نعم لذلك نرى أن إسرائيل هي حققت شيء واحد، تدمير غزة بالكامل، نعم القطاع، قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين طبعا، وأكثر من 100,000 جريح، لكنها لم تحقق الأهداف التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو، وهي إعادة وبالتأكيد هناك المحتلين. أهداف خفية لم يعلن عنها بنيامين نتنياهو وراء هذه الحرب. ولكن دعني أتحدث أيضا، نحن نتحدث عن جبهة أو جبهات الإسناد. عندما يوجه بنيامين نتنياهو ضرباته إلى قطاع غزة، ثم إلى الجنوب اللبناني وحزب الله، ثم إلى إيران، ثم إلى سوريا ويستهدف سوريا، هل هي محاولة لتفكيك جبهات الإسناد أم أنه لديه هدف آخر يسعى إليه؟ لا، هو لن يستطيع تفكيك جبهات الإسناد، وجبهة خاصة يعني جبهة حزب الله. حزب الله على الرغم من الاغتيالات واغتيالات القيادة الأولى العسكرية والسياسية من قادة حماس، إلا أن عفوا حزب الله إلا أن حزب الله ما زال يطلق الصواريخ. يعني قبل قليل هناك صافرات الإنذار من كافة نعم شمال إسرائيل، ولا يعني قل هنا وصلت هذه الصواريخ إلى أكثر من 80 أو 90 كيلومتر و100 كيلومتر عن الحدود اللبنانية. أي أن إسرائيل حتى الآن هي فشلت في منع إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل. لذلك لا يمكن القول الآن أن إسرائيل تريد القضاء أو طبعا فصل هذه جبهات الإسناد، لأن جبهة الإسناد من لبنان ما يعني. زالت ونحن نتحدث إليك سيد فايز، الآن أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن جيش الاحتلال بصدد القيام بعملية كبيرة الآن على الجنوب اللبناني، هذا ما أعلنته الآن على إيران، هذا ما أعلنته الآن إذاعة جيش إيران. الاحتلال، أن جيش الاحتلال بصدد القيام بعملية كبيرة على إيران. هم يستعدون لذلك باعتقادي أن هذا طبعا، وقبل حوالي الساعة أصدر الجيش الإسرائيلي هذا البيان أنهم يستعدون لتوجيه الضربة قاسية وصعبة وغاية حتى في الصعوبة إلى إيران. السؤال هل سينجحون بذلك؟ يعني عمليا والسؤال وزير والسؤال الأكثر شمولية سيد فايز، يعني لو وجهت إسرائيل مثل هذه الضربة التي تتحدث عنها والتي أعلن عنها أو أعلنت عنها إذاعة جيش الاحتلال، لو وجهت ضربة بهذه القوة، هل ستسكت إيران؟ خصوصا يعني دعنا نتحدث بمنتهى المصداقية، على مدى شهور مضت يعني آثرت إيران ألا تدخل مباشرة في هذا النزاع، ولكنها أجبرت أخيرا وقامت بتوجيه ضربة. الآن جيش الاحتلال يتوعد بتوجيه ضربة موجعة، هل هي بداية إلى ما لا نهاية له؟ يعني باعتقادي أن هذه إذا ما وجهت إسرائيل هذه الضربة التي طبعا تعلن عنها، والهدف طبعا هذا يعني إذا كانت هذه الضربة كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون غاية في الصعوبة والأهمية وضرب مصالح استراتيجية لإيران، أي أن إسرائيل تريد ضرب المفاعل النووية الإيرانية وطبعا مرافق البترول في إيران.
مثل هذه العملية إذا فعلا حدثت ستكون فعلا ضربة لا أقول قاضية وإنما صعبة جدا على إيران. والسؤال هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي؟ أنا أشك بذلك. يعني الصواريخ الإيرانية وصلت إلى قبل أيام إلى قلب المعسكرات الجيش وسلاح الطيران الإسرائيلي، وبإمكان إيران أن ترد على هذا القصف بشكل يعني واسع أيضا. لكن دعني أشير إلى أمر مهم جدا يعني تفضل في سيدي، هذه القضية. تفضل. إسرائيل هي لا تحارب إيران ولا حزب الله لوحدها، إنما هناك الشراكة الأمريكية. نعم. وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان هم على اتصال على مدار الساعة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعسكرية طبعا لوضع خطة مشتركة أمريكية إسرائيلية لتوجيه الضربات إلى إيران وإلى حزب الله، لأنه بدون الإدارة الأمريكية والشراكة الأمريكية ولا أقول الدعم الأمريكي، إسرائيل ما كانت لتجرؤ صحيح على أن تقوم صحيح بمثل هذه العملية. مع أنها ادعت يعني نتنياهو ادعى أو الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تريد مساعدة من أحد في هذه العملية ضد إيران، لأنها تريد أن تثبت بأنها قادرة على ذلك لوحدها. لكن هذا كلام فاضي صحيح وكلام لا علاقة له بالواقع. وبدون أمريكا إسرائيل لم ولن تكون قادرة على مثل هذه صحيح العملية صحيح الواسعة. كانت في لبنان أو جنوب لبنان، كانت في إيران جنوب لبنان، ولا حتى في قطاع غزة. أنا أريد أن أذكر أستاذي الكريم تفضل سيدي. أن إسرائيل لم تدخل برا إلى قطاع غزة حتى وصل الأسطول الأمريكي السفن الحربية إلى شواطئ غزة نعم وتل أبيب، والقطار الجوي الذي مد إسرائيل بالسلاح، والخبراء العسكريين الإسرائيليين الذين ما زالوا باعتقادي في غرف العمليات في وزارة الدفاع الإسرائيلية. نعم لذلك يعني عندما نسمع هذه العنجهية الإسرائيلية وهذا الكلام أن يد إسرائيل تصل إلى كل مكان، وطبعا بعد ضرب إيران قالت إسرائيل أنها ستضرب في كافة أنحاء الشرق الأوسط ولم تحدد منطقة نعم معينة. وكأنها يعني رسالة موجهة أراد نتنياهو أن يرسل بها إلى الجميع. سيد فايز عباس المتخصص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من الناصرة، أشكرك شكرا جزيلا.